حضراتكم في فوائد وأضرار يومية. معانا في صباح دريم فوائد الحلبة وأضرار التلج. فوائد مشروب الحلبة: قدماء المصريين كانوا بيستخدموا مشروب الحلبة في علاج الكثير من الحالات المرضية زي مشاكل الجهاز التنفسي ومرض السل والأمراض الجلدية، وكمان كانت بتدخل في الاستعمالات التجميلية زي ترطيب وتنقية البشرة. وبتعود أهمية نبات الحلبة لاحتوائه على تراكيز كبيرة من مضادات الأكسدة والمواد الفعالة الموجودة في أوراقه وبذوره وزيته، بالإضافة أنه بيحتوي على فيتامين سي والنياسين والبوتاسيوم. أضرار أكل التلج: بيحدث أضراراً في الأسنان وبيتسبب في كسرها وتفتيت الحشوات وسقوطها، وبيسرع من تآكل طبقة المينا فيها وزيادة نخرها وتسوسها. بيسبب أكل التلج إصابة اللسة بالنزيف والتقرحات، وده بيساعد في الإصابة بالعدوات البكتيرية والفيروسية اللي بتتسرب من خلال الجروح، بالإضافة للإصابة بالإنفلونزا والرشح والزكام ونزلات البرد، وبيزيد من فرصة الإصابة بالعدوات الفيروسية والبكتيرية.